ريجون. القسم الثاني اسمه السيرفيكال بليكسس. التوبكس او الايتمز اللي انا هتكلم عليها هي كيف تتكون الفورميشن، مكانها، الريليشنز بتاعتها، والبرانشز اللي خارجه منها. السيرفيكال بليكسس هتتكون من الفنترال ريماي اوف سيرفيكال سباينال سيجمنتس، ارقام 1 و2 و3 و4. امال الباقي راح فين؟ لو نتذكر مع بعض كان اللور فور سيرفيكال نيرفز اشتركوا في تكوين البريكال بليكسس اوف ذا ابر ليمب، اما الابر فور سيرفيكال نيرفز فكان الفنترال ريماي بتاعتهم كل ريمس بتتفرع لفرعين اثنين، ابر ولور ديفيجن يتحدوا مع بعض ويعملوا هذا الكلاسيك شيب دي باترن المميز للسيرفيكال بليكسس. اذا السيرفيكال بليكسس بتتكون من البرايمري فنترال ريماي اوف ابر فور سيرفيكال نيرفز. طيب اين توجد؟ توجد على عضلة الاسكالينس ميدياس، احدى عضلات الاسكالين مصل، بالاشتراك مع جزء اخر هي عضلة الليفيدرس كابل. اذا هو الموقع بتاعها، موقع السيرفيكال بليكسس لايز اوفر مينلي على الاسكالينس ميدياس، وجزء صغير منها يقع على الليفيدر اسكابيلي مصل. يبقى اذا الحاجات دي هتمثل الديب ريليشنز او البوستيرور ريليشنز للسيرفيكال بليكسس. طب مين اللي مغطيها من قدام؟ بيغطيها من قدام ماشي عليها الانترنال جاجلر فين. اذا هذه السيرفيكال بليكسس تقع ديب للكاروتيد شيس. مين كمان معدي من عليها؟ معدي من عليها الاسترنوماستويد. يبقى الاسترنوماستويد والانترنال جاجلر مغطينها من قدام، اما هي راقده من ورا على حاجتين اثنين، على عضلتين اللي هم الاسكالينس ميدياس والليفيتور اسكابيلي. الديستريبيوشن البرانشز اوف ذا سيرفيكال بليكسس هنقسمها لثلاث اقسام. قسم منها كان كيوتينيوس رايح للسكن، وقسم اخر كان كوميونيكيتنج مع اذر نيرفز، والقسم الثالث كانت ماسكولار برانشز. الكيوتينيوس برانشز اللي خرجت منها هي الكيوتينيوس برانشز اللي كانت موجوده في النك، اللي نفتكر مع بعضنا الجريت اوريكولار اللي صار اوكسيبتال ترانسفيرس سيرفيكال والسوبرا كلافيكولار. اما الكوميونيكيتنج برانشز فكانت عامله لي كوميونيكيشن مع السوبيريور سيرفيكال سمباثيك جانجلون بالشكل اللي احنا هنتعرض ليه بعد شويه صغيرين. اما الماسكولار برانشز هتديني للسراوندنج ماسلز. اشهر سراوندنج ماسلز الاسكالين ماسل، الاسكالينس انتيريور والاسكالينس ميدياس والاسكالينس بوستيريور والاسكالينس انتيريور وميدياس وبوستيريور ومينيمس. دول الثلاثه اسكالين ماسل هتدي ايضا برانشز هتروح تغذي السراوندنج ماسل. زي مين؟ من سي 2 و3 هتدي للاسترنوماستويد ماسل، من سي 3 و4 و3 و4 اساسا، وجزء كمان من 5 هيشتركوا في تكوين الفرينك نيرف، اشهر واخطر نيرف في جسم الانسان، بالإضافة إلى بعض من البري فيرتبرال ماسلز أيضا هتشارك السيرفيكال بليكسس بتغذيتها بالموتور انرفيشن. طيب ندخل بعد ذلك على الفرينك نيرف، أشهر نيرف خارج من السيرفيكال بليكسس. هنتعرض له كأي نيرف في جسم الإنسان، البيجينينج اللي هو هنسميه الأوريجين بتاعه، الأصل والمكان الخروج، ثم النقطة الثانية الكورس وريليشنز، النقطة الثالثة الديستريبيوشن الإند أند ديستريبيوشن. ادي الفيرتبرال كولوم في منطقه السيرفيكال ريجن من سي 1 لسي 7، وادي ثوراسيك 1 عامل ارتكوليشن مع المانوبرا مسترناي بالفيرست ريب. العضله دي كان اسمها سكالينس انتيريور ماسل بالاربعه سليبس المشهوره، والانسرشن بتاعها في السكالين تيوبركل اللي كان موجود على الميدل اوف ذا ميديال بوردر اوف فيرست ريب. العضله دي اسمها لونجاس كولاي ماسل، احدى عضلات البري فيرتبرال ماسل. ده الارش اوف اورطه، كان خارج منه التو سبكليفيان ارتريز، والتو سبكليفيان ارتريز الفيرست بارت طبعا كل سبكليفيان ارتري كان مكون من ثلاثه بارت زي ما احنا عارفين. من الفيرست بارت كان هذا الشريان المهم اللي اسمه سايلو سيرفيكال ترانك اللي بيطلع علينا برانشين اثنين اللي هم الترانسفير سيرفيكال والسوبرا اسكابيلر. ده كان الانترنال جاجولار فين، والسبكليفيان بيعمل السوبيريور فينا كيفا. ده السمباثيك ترانك اللي كانت موجوده ماشيه في الفيرتبرال ترانجل. دي كانت الكونتنتس اوف ذا فيرتبرال ترانجل، الارض اللي هتبقى عامله ريليشنز قويه مع الفرينك نيرف. الفرينك نيرف جاي من ايه؟ جاي من ورا الاسكالينس انتيريور، طالع بثلاثه روتس من اربعه، ثلاثه واربعه وخمسه، هيظهروا عند اللاترال بوردر اوف ذا اسكالينس انتيريور على الناحيتين الاثنين، ويعملوا كروسنج للاسكالينس انتيريور from lateral
تو ميديال وهيمشي ستريت كورس. على الرايت سايد هيمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا سكالينس انتيريور، هيمشي بين ثم يغادرها بين الليفت، يمشي يعمل كروسنج ل السكند بارت اوف سبكليفيان ارتري بس اللي هيفصله عنها السكالينس انتيريور ماسل، ثم يمشي الرايت فرينيك نيرف على الرايت سايد اوف ذا فينس شانل على الرايت سايد اوف ذا سوبيريور فينا كيفا النومينيت والسوبيريور فينا كيفا والرايت اتريوم والانفيريور فينا كيفا، ويقول ان النيرف ده بيحب هنا الفينس سايد ويخترق بعد كده الديافرام. ده على الرايت سايد. طيب على الليفت سايد، الليفت سايد ايضا عمل كروسنج، عمل كروسنج للسكالينس انتيريور فروم لاترال تو ميديال، لكنه عمل بعد ما مشي رانينج اوفر ذا انتيريور سيرفيس اوف سكالينس انتيريور، بعد ما عدى على السكالينس انتيريور هيروح يعمل كروسنج للفيرست بارت اوف سبكليفيان ارتري. اذا الليفت فرينيك نيرف دخل السوركس تأشير دخوله هي انه يمر على الفيرست بارت اوف سبكليفيان، اما الرايت فرينيك نيرف كان تأشيرة الدخول انه مر على السكند بارت اوف سبكليفيان فصلوا عنها الاسكالينس انتيريور ماسل. توزيعة الفرينيك نيرف ده مش سنسوري نيرف بس، الفرينيك نيرف ده سنسوري وموتور، لكنه موتور اساسا، موتور لعضلة الديافرام لان بيدي سنسوري برانشز للتلاتة بي اللي هي البريكارديوم والبلورا والبريتونيوم. طيب ده كان الفرينيك نيرف.